تحياتي لكل اللي عم بتابعونا عبر موقع الفن وحابين يعرفوا توقعاتنا السياسية المقبلة. أكيد المرحلة المقبلة بحال صار تشكيل حكومة، رغم أنه حيكون في شوية وقت لتشكيل الحكومة، رح نشوف مشاركة حزب الله بالحكومة المقبلة ومفاوضات أمريكية مع حزب الله. وكنت حكيت أنه حزب الله رح يفاوض عن نفسه بنفسه مع أمريكا، وكمان حنشوف أنه في تسوية دولية بتتعلق بمزارع شبعة، وكمان حتى المفاوضات الأمريكية ستمتد إلى مفاوضات أمريكية مع إيران وطاولة حوار أمريكية مفتوحة لصالح إيران. وبالمقابل رح نشوف تنازلات رح يقدمها حزب الله بسوريا واليمن والعراق رح تعكس بإيجابياتها على لبنان، وعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بشروط لصالح الطرفين، وقد تكون هي لصالح إيران أكثر ما هي لصالح أمريكا، وتقليص النفوذ الإيراني في سوريا والعراق ولبنان. اضلكم بألف خير وباي باي.